دايما اي لعيب كوره بيعتزل لما بيحكي عن مشاعر او الاحساس اللي حاسه وهو بياخد القرار، بحس ان ده احساس مهما شرحته مش هيفهمه الا اللاعب. كلمني عن احساسك انت بعد مسيره وصلت ل 300 مباراه في الدوري مع انديه الدوري الممتاز، بتقول خلاص هقلع حذاء اللاعب وهبقى مدير فني او مدرب. يعني بص، طبعا زي ما انت بتقول، يعني ده اصعب قرار لعيب الكوره نعم. بياخده. لعيب الكوره عايز يفضل طول عمره يلعب على طول كوره. يعني يمكن طبعا القرار ده كان صعب جدا عليا ان انا اخد القرار ده، لكن في النهايه هي دي الكوره. وزي يعني ما بنقول دايما، لكل بدايه نهايه، مظبوط. فالحمد لله. طبعا يعني زي ما بقول لك، انا راضي عن المسيرة اللي انا عملتها وحققتها.